السلام عليكم، أريد أن أطلعكم على شيء حدث لي بالأمس، كنت جائعا جدا وجلست لتناول الغداء مع أبي، أكلت بعض لقيمات ثم قمت، فقال لي أبي هل هذا يكفيك؟ قلت له لا، ولكني أعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نجبع، فقال لي أبي إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك وذكرني بأحاديث منها أن جابر وهو صحابي صنع طعاما فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم أهل الخندق ثم قال لجابر إئذن العشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا يعني كل عشرة من الصحابة أيام الخندق كانوا يأكلون من الطعام الذي أعده جابر حتى يشبعوا ثم يدخل اخرون لياكلوا ارجو ان تفيدكم تلك المعلومه واذا اعجبتك انشرها لتعم الفائده ولا تنسى ان تدعمنا بان تشترك على قناتنا على اليوتيوب ليصلك كل جديد